السلام عليكم. تكاد مشاورات الكويت أن تدخل في مستويات غير مسبوقة من الانسداد رغم التصريحات المتفائلة التي لا يزال يصدرها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إذ أن الرؤية الأممية التي تسربت أهم محاورها لم ترى النور بعد، ويبدو أن المبعوث الأممي قرر تأجيل طرحها بشكل رسمي بعد أن سارع الحوثيون إلى إعلان رفضهم الاستباقي لهذه الرؤية. هذا الحال من التفاؤل الذي يظهره المبعوث الأممي واليأس الذي يعززه السلوك المراوغ للانقلابيين هو الذي يسيطر على مشاورات الكويت ويضعها أكثر من أي وقت مضى أمام تحدية الفشل. وأمام حالة الجمود في أكثر الملفات حساسية وإنسانية، سارع ولد الشيخ إلى الترحيب بإجراءات غامضة تتعلق بإطلاق سراح معتقلين من قبل الحوثيين في كل من محافظتي عمران وإب اللتين تفرض عليهما الميليشيا سلطتها بفعل الانقلاب. ترحيب المبعوث الأممي يعطي المبرر لهذا النوع من خلط الأوراق ومحاولة ملء الفضاء الإعلامي بإنجازات وهمية في ملف حساس كملف المعتقلين. يأتي ذلك فيما لا يزال المعتقلون السياسيون والمخفيون قصرا يقبعون تحت ظروف بليغة السوء من الإيذاء والتعذيب والتغييب، والرهان لم يعد ينعقد على حدوث اختراق في مواقف أي من طرفي المشاورات في ظل هذا التباين الشاسع بين الموقفين، بل على الإرادة الدولية التي يجب أن يغيب عن أذهان الجميع أنها مطالبة على الأقل باحترام قراراتها وإنفاذ إرادتها لحفظ الأمن والسلم الدوليين المهددين بفعل استمرار الحرب والصراع في اليمن. حول ما يعتقد أنه انسداد في أفق مشاورات الكويت، سنخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. نتابع هذا التقرير للزميل ياسين التميمي ونعود بعده لمناقشة حلقتنا مع ضيوفنا. نتابع. رؤية للحل أم أزق ينذر بفشل المشاورات؟ تساؤل مشروع حيال التعثر المتفاقم للمشاورات المنعقدة حاليا في دولة الكويت بين طرفي الأزمة اليمنية برعاية أممية. ما كان يعتقد أنه رؤية أممية ملزمة للحل ها هي تتحول شيئا فشيئا إلى مأزق حقيقي ينذر بفشل المشاورات وسط توقعات غير متفائلة من جانب وفد الحكومة الذي ذهب رئيس فريقه الاستشاري الدكتور عبد الله العليمي إلى حد الاعتقاد بأن المشاورات تكاد تنتهي إلى سراب. نحن أبلغنا كل لا بل أن رئيس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أعلن صراحة أن المشاورات وصلت إلى طريق مسدود، واتهم أعضاء وفد الإنقلابيين بأنهم يتفاوضون من أجل إضاعة الوقت ولا يلتزمون بالمرجعيات. السؤال الملح الذي يحضر في أذهان معظم المتابعين للشأن اليمني ولسير مشاورات الكويت ينصب حول ما إذا كان المبعوث الأممي سيطرح الرؤية المجمع عليها من قبل القوى الكبرى ودول إقليمية مؤثرة، أم أنه اصطدم كالعادة ببيان الرفض الاستباقي الذي صدر عن رئيس وفد الحوثيين في المشاورات. المجلس الأمن الآن وفقا لأوثق المصادر فإن الرؤية الأممية تحظى بإجماع من قبل الأطراف الدولية الراعية، ما قد يعطيها قوة إلزام على طرفي المشاورات، لكن ذلك يتطلب إرادة دولية حقيقية تحول هذه الرؤية إلى خارطة طريق للحل السياسي. وفي غياب إرادة كهذه فإن الرؤية قد تتحول إلى مأزق حقيقي في ظل الرفض الذي قوبلت به الرؤية من قبل الحوثيين الذين يريدون تقاسم السلطة قبل الانسحاب وقبل تسليم السلاح، وهو تصلب يصطدم مع الرؤية كما اصطدم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. قضايا جوهرية ضاعت في متاهة الجدل حول أساسيات المشاورات ومرجعياتها، تأتي في مقدمتها قضية المعتقلين والمخفيين قسريا، وهي قضية تندرج ضمن خطوات بناء الثقة وتستند إلى تعهدات سابقة قطعها المتمردون على أنفسهم في جولة بيل السويسرية. وذلك يكفي ليفهم الجميع أن الإنقلابيين لا يريدون حلا يعيد السلام إلى اليمنيين، بل سلطة وثروة حتى لو تم ذلك على تلال من جماجم اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي عبر الهاتف من الكويت الصحفي فيصل المجيري. مساء الخير أستاذ فيصل. هلو عليكم عم فيصل. تمام، أهلا بك أستاذ فيصل. يعني إذا ما تحدثنا على أن مشاورات الكويت وصلت إلى طريق مسدود، وهذا التصريح منسوب لرئيس وفد الحكومة المفاوض وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، ماذا يعني هذا التصريح في يعني ظل مرور أكثر من 50 يوم على بدء المشاورات؟ عن شيء 60 يوم. الواقع أن المشاورات في طريق مسدود من أول يوم، لكن كان وهي في الأساس كانت في الثلاجة موت سريري، لكن تم محاولة انعاشها
هذه أكثر من مرة بجهود كويتية، بجهود قطرية، بجهود أممية. البعض يتحدث أن ولد الشيخ أصبح عبارة عن واجهة يعني محاولات تحديد الولاية المتحدة وبريطانيا الذين عدا هذا المشروع الأخير الذي تسربت كثير من مواده. لكن محمد عبد السلام أخرج بالأمس ما كان يدور في الحلقات المفرغة، ما كان يدور في الطاولات، أخرجه أمام الملأ وقال بصريح العبارة بأنه لن يقبل بأي وثيقة أممية وسيتم رفضها، هكذا قال بوقاحة وبوضوح وبصراحة وبنصية بعد أن عاد من صعدة. وبالتالي مسألة الشروط التي طرقها وحددها كانت تتناول ما يلي: أولا ضرورة تشكيل حكومة والتوافق على الرئاسة، أرجو التركيز على هذا الموضوع، بمعنى إعادة الأمور إلى قبل 19/1/2015 عند اقتحام القصر الرئاسي ومحاولة نزع الصلاحية من الرئيس. والأخطر من ذلك أنه قال أن تشكيل اللجان وتحديدا اللجنة العسكرية التي يفترض أن تتعامل مع السلاح ومع الانتعاب يجب أن يكون من السلطة التوافقية، أي بأنهم سيقضون الشرعية حتى على هذه اللجان، في حين أن التصور في الأساس يتحدث عن أن تشكيل هذه اللجان تقوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي الممثل للشرعية وأيضا الذي قامت عليه العملية السياسية بكاملها، ونتحدث عن القرارات الأممية. إذن نحن عدنا إلى أول السطر، المشاورات بفعل الحوثيين في ثلاجة الموتى تنتظر فقط إعلان رسمي من ولد الشيخ بدفنها. طيب أنت حدثت قبل قليل عن يعني تغير في مواقف محمد عبد السلام بعد عودة أو بعد ضغوط أو يعني توجيهات يمكن فهمها من صعدة، هل هناك ضغوط فعلا تمارس عليهم أم أن هذا الموقف هو موقفه من البداية وهم يتجهون إلى إفشال المفاوضات منذ بدئها كما يتحدث الكثيرون؟ بالفعل الحوثيون أتوا بهدف واحد فقط، هو امتصاص الضغط الدولي، محاولة التسويق عبر منصة الأمم المتحدة، الحصول على منبر بحيث أنهم أصبحوا نجوم في الصحافة الكويتية، في الصحافة العربية، قدموا أنفسهم لبعض الإعلام الغربي، هذا ما حصلوا عليه. لكن في المقابل ما الذي خسروا؟ خسروا المصداقية أمام المجتمع الدولي، ظهرت نواياهم، اتباع استراتيجية كشف النوايا كانت ناجحة بالنسبة للحكومة ووحدة الحكومة اليمني، وبالتالي هم في الأساس أتوا بهدف إفشال هذه المفاوضات، لكن الآن اتضح بشكل جلي ولم يعد محل لنقاش بأن هدفهم أيضا كان محاولة سحب البساط وبالتحديد القوة التي لا تزال بيد الحكومة اليمنية باعتبارها ممثلة للشعب اليمني ولإرادته. هم الآن يريدون فقط العودة لشرعنة وفرض أمر واقع حافل، ولكن بالتوقيع عبر طاولة الأمم المتحدة. شعروا بأن هذا الأمر لم يقبل، لم يستصغ من المجتمع الدولي والذي كان جزءا منه ولا يزال متعاطفا معهم على الأقل في إدراجهم كقوة، مع أنهم حقيقة يمارسون ممارسات الجماعة الإرهابية، لكن أرادوا تحويلهم إلى جماعات أو إلى جماعة سياسية معترف بها. نحن أمام حقيقة دراما عجيبة لكنها في حقيقة الواقع مكشوفة على الأقل لكل مراقب مطلع على الوضع اليمني. إذن أشكرك المحامي والناشط السياسي الأستاذ فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف، وأرحب أيضا بالإعلامي المرافق للوفد الحكومي الأستاذ صالح الحميدي ينضم إلينا عبر السكايب من الكويت. مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور حبيبي. أهلا بك أستاذ صالح. يعني أسألك من نفس النقطة التي سألت يعني بها الأستاذ فيصل المجيدي، عن أن هناك تصريح لوزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي المشارك في هذه المشاورات عن أن مشاورات الكويت وصلت إلى أفق مسدود، هل يمثل ذلك ضغطا يقوم به رئيس الوفد التفاوضي أم أن هناك فعلا بوادر غير إيجابية بخصوص هذه المشاورات؟ طبعا أعتقد أن الزميل فيصل قد أوجز ولم بالقضية المهم كامل، ولكن أود بس مناقشت بعض القضايا أو التفاصيل الصغيرة. أعتقد أن سبب بميك المخلافي قد أختصر الأمر في عبارة واحدة، حيث قال إن وفد ميليشيات الحوثي صالح أبعد من أي حل، فليس لديهم أي رغبة في التقدم وإنما في إضاعة الوقت. طبعا هذا
كافي لنؤكد ان المشاورات وصلت الى باب مسدود او ان الوفدان او الوفدين استنفذوا كل ما لديهم ولم يبقى معهم شيء غير ما سيقوله الشيخ في التصور المفترض ان يقدمه خلال يومين. طبعا المخلافي كشف ان كل شيء تم تقديمه ولم يعد هناك شيء لم يقدم، وان ولد الشيخ تحدث بانه سوف يقدم مبادره تاخذ كل الاراء وكل وجهات النظر. وطبعا هذه حسب قول الوزير ستشمل المرجعيات الثلاث المتمثله في القرار الاممي 22/16 وكذلك المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني. واكد على حاجه انه على شيء مهم جدا انه ستنطلق كل هذه من الالتزام بالشرعية، وهذا ما لم يريده الأخوة في الميليشيات الانقلابية. لكن بعد طرح ذلك على يعني المخلافي يقول أنه نعم. بعد طرح موضوع على وفد الميليشيات رفضوا وعادوا بالمشاورات إلى نقطة الصفر، عادوا من جديد إلى المراوغة يعني حاولوا وضع عراقيل كثيرة جدا أمام المبعوث الأممي بهدف تعطيل الآلية التي سيتم بها تقديم هذا التصور. طيب يعني الحوثيون ليست هي المرة الأولى التي يعيدون فيها هذه المشاورات إلى الصفر، كانت هناك ردود فعل مختلفة من قبل المبعوث الأممي حول ذلك، ما بخصوص هذه النقطة الأخيرة ما رأيك بما صدر عن المبعوث الأممي؟ أمام شوف أريد أن أوصل معلومة مهمة جدا ألا وهي أنه كان هناك حديث عن مشروع أو عن تصور تم تقديمه ولم يعلن، مع أن هناك معلومات تؤكد بأنه تم وضعه على يعني طرحه على الوفدان وأن تم مناقشته في الأطر السياسية سواء في الرياض أو في صعدة. لكن المطلوب الآن من ولد الشيخ أن يكون عنده يعني يتخلص من مسألة السلبية التي رافقته خلال الفترة. أنا أعتبر أنه ما عمله ولد الشيخ من تقديم المواعظ والتفاؤل الذي كان يعول عليه الشارع اليمني يعني تحول إلى يعني إيش سموه سراب. تمام عليه أن يبدأ بإيجابية حقيقية وأن يقدم التصور وأن يضع المجتمع الدولي أمام من يعرقل هذه المشاورات. طيب كيف يكون ذلك؟ هل بإعلان فشل المفاوضات رسميا؟ الآن الوفدان قدموا كلا قدم رؤيته، وهو الآن عمل تقارب بين الرؤيتين على إعلان هذه الرؤية. إذا أعلن هذه الرؤية والتي حسب معرفتنا بها ستكون هي عبارة عن هناك من يؤكد بأنها تعبير على الإرادة الدولية وأنها تتوافق والرؤية الحكومية التي توجب أولا قبل كل شيء الإجراءات الأمنية المتمثلة في الانسحاب وإخلاء المدن ونزع السلاح وإنهاء كل مظاهر الانقلاب. إذا قدم هذه الرؤية أو هذا التصور ستتضح الصورة كاملة، وبالتالي سيتضح من هو المعرقل وستتضح الرؤية هل يستمروا في العملية السياسية أو المرحلة الثانية فيما بعد أو أنه تفشل المفاوضات ونبدأ من أول وجديد. طيب يعني إذا لم يكن الفشل أستاذ صالح هو العودة إلى نقطة الصفر في كل مرة يحدث فيها تقدم، يعني سواء من طرف الانقلابيين أو من غيرهم مهما كانت يعني الجهات وهم بالغالب هم الانقلابيون، إذا لم يكن الفشل هو العودة إلى الصفر إذا ما الذي يمكن أن يعني يطلق عليه فشلا في هذه المشاورات من الناحية السياسية؟ أنا اسمح لي أقول لك أنه الفشل يشمل شمل ثلاثي، فشل ثلاثي. الوفد الحكومي ظل يأخذ ضمانات وتفاؤلات من وتعهدات من ولد الشيخ دون أن يحول هذه الضمانات إلى واقع عملي، وولد الشيخ ظل يقول أنه يعني عندما بدأت المشاورات غير مباشرة وأصبحت يعني فردية أصبح ولد الشيخ ينقل من هنا إلى هنا دون أن يصل إلى إجابة حقيقية. كان يزرع عند الوفد الآخر تفاؤل أن الوفد الآخر موافق على كل التعهدات وكل الاشتراطات في الوقت اللي كان ميليشيات الحوثي لا تقدم أي ضمانات. الفشل الثالث يكمن في أن
وفد الميليشيات الحوثية لديه استراتيجية واضحة وأتى من صنعاء، وكان لازم نفهم هذا الكلام. وكما قال زميلي فيصل، المشاورات فشلت في يومها الأول، لأن وفد الحوثيين أتى ولديه مشروع كامل ومتكامل ينص على أنه يجب أن نشترك في أن تكون هناك شراكة في حكومة توافقية تشرع الانقلاب، ما دون ذلك لن نقبل بأي نقاط. حتى في مستوى يعني النقاط الأخرى كانوا يتقدموا خطوة، مثلا في الملف الإنساني اللي هو المعتقلين والأسرى كانوا يتقدمون خطوة ثم يعودون ألف خطوة للوراء. كانوا يفخخوا يعني مثلا كشف قائمة الأسرى والمعتقلين، تخيل أن يضعوا أحمد عبد الله صالح، يعني كان واضح كل الوضوح منذ البداية أنهم لا يريدون حل. يتم تفخيخ هذا القائمة الإنسانية بأسماء وهمية الغرض منها العودة إلى نقطة الصفر. طيب، هذا الحديث عن شرعنة الانقلاب تحدث به أيضا وزير الخارجية تقريبا في تصريحات مؤخرا على أن فعلا الحوثيون أو كذلك عضو الوفد التشاوري عبد الله العليمي تحدث كذلك على أن هناك نوع من المحاولة لشرعنة الانقلاب في هذه المشاورات، أو هذا هدف الحوثيون من المشاركة فيها. على الجهة الأخرى، الحكومة شاركت بشكل واضح لتحقيق أو تنفيذ القرار الأممي والحديث عن آلية لتنفيذه. هذه النقاط الأساسية التي شاركت الحكومة في هذه المشاورات من أجلها. إذن لماذا، يعني ما الذي تنتظره الحكومة لعمل موقف جاد من هذه المشاورات، سواء بإعلانها أنها يعني نفذ صبرها من هذه المشاورات، أو أن يعني تعلن على الملأ بكل وضوح أن هناك تحيزا من نوع ما؟ سيد العزيز، الحكومة كانت أو الحكومة الشرعية كانت تنظر بأنها هي حكومة تمثل شعب، وأنها يجب أن تتحلى بالصبر أمام ميليشيات. ميليشيات لا يهمها شيء، تمام. وبالتالي كانت الحكومة يعني متفائلة من أنه ممكن تحرز شيء من التقدم ولو حتى على الملف الإنساني، لكن الآن كل يوم يتظهر لنا يعني عراقيل جديدة يوضعها وفد الميليشيات. بقيت افشال المشاورات، مشاورات السلام، والبحث فقط عن تقاسم في كل شيء. تخيل انه يريدون حتى يتقاسموا في اللجنه العسكريه، هذه اللجنه العسكريه او الامنيه التي يتطلب ان تكون محايده، يقول لك يجب ان نتقاسمها، يجب ان نتقاسم الحكومه، يجب ان نتقاسم الثروه، يجب ان نتقاسم. هؤلاء اتوا على اطماع، ليس لديهم مشروع، لديهم لا دوله، هم يريدون أن يأسسوا لميليشيات قادرة على مقاومة الدولة. طيب، وفقا لهذه الرؤية، ما الذي على الحكومة أن تفعله وهي تعلم ووفق لتصريحات مسؤوليها أن الأفق بات مسدودا في هذه المشاورات؟ أنا من وجهة نظري الشخصية صديقي العزيز، أنا أمامي خيارين. أما الخيار الأول أن ينسحب الوفد الحكومي ويعلن أنه كل ما جرى هو بسبب تعنت وتشدد الوفد الحوثي المعروف بمراوغته واعتماد الأسلوب الإيراني، أو أعتمد على الخيار العسكري ويكون الحسم من الخيار العسكري، مع أنه أنا ضد الخيار العسكري. الخيار العسكري ليست غاية وإنما وسيلة، لكن عندما نجد أنفسنا أمام يعني ميليشيات ما زالت تسفك الدماء، ما زالت تفجر البيوت، ما زالت تتوسع في الأرض، ليس أمامنا غير أن نستخدم القوة وهو الخيار العسكري، ولدينا الخيار العسكري متاح حتى الآن. نحن أقوى منهم على الميدان، سواء بالعتاد أو بالأفراد. طيب، أنت تقصد خيارا عسكريا بالموازاة مع العمل السياسي، أم بعيدا عن هذا العمل أو المشاورات، مشاورات الكويت تحديدا؟ يجب أن نحسم شيء، يعني يا 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 بنستمر بالصبر ونتعرض لكل هذه العراقيل ونستمر في المسار السياسي أو مسار المشاورات، أو أننا نختار الاتجاه الآخر المتمثل في الخيار العسكري. لا ينفع أن يكون معنا خيار عسكري وفي نفس الوقت خيار المشاورات، يا أما المشاورات يا أما خيار عسكري. الخيار العسكري سيتقدم بنا خطوات كثيرة جدا، إن لم سنستطيع أن نجبر هذه الميليشيات على العودة مرة أخرى إلى الطاولة، بس بشروطنا نحن وليس بشروطها هي. طيب، بما أننا نتحدث عن الخيار العسكري، دعنا نأخذ وجهة نظر المقاومة الشعبية. ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد النقيب، القيادي في المقاومة الشعبية من تعز. مساء الخير أستاذ محمد.
مساء الخير أخي عليك وعلى جميع العاملين في القناة وكل السادة المشاهدين وكل عامل وأنتم والشعب اليمني بألف خير. حياكم الله. أستاذ محمد، أنتم في المقاومة كيف تتابعون ما يعني ما يجري ويستجد في مشاورات الكويت، تحديدا الحديث عن وصولها إلى أفق مسدود؟ حقيقة أخي المقاومة الشعبية على دراية واطلاع مسبق بما تكنه هذه الميليشيات وما تضمره من خلال الحوارات والتشاورات والمعاهدات والاتفاقيات. هذه السلسلة الطويلة من النكث بالعهود والمواثيق التي وصل بها تاريخ الميليشيات لا تجعل لعاقل أن يفكر بالوصول إلى أي حلول أو الاتفاق وإنجاز ما تم الاتفاق عليه، لأنهم ينقضون الاتفاقيات قبل أن يجف الحبر الذي وقعوا عليها. المقاومة الشعبية مشروع معبر عن آمال وتطلعات، يرغب باستعادة الدولة، واستعادة الدولة لا تكون بالحوارات بالفنادق وإنما بالصمود والثبات بالمواقع وبالخنادق وبالمتارس. هذا كلام يعني باهت، والمقاومة تأخذ فيما يتعلق بالجانب التفاوضي فقط مراعاة للحلفاء ومراعاة للمسارات السياسية لا أقل ولا أكثر، لكن لا نعول إطلاقا على التحاور وعلى التشاور وعلى الاتفاقيات مع هذه الميليشيات. هذه الميليشيات ليس لها عهد أو ميثاق، لغتها كما هي لغة بني إسرائيل، ليس علينا في الأميين سبيل. الاتفاقيات والمعاهدات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. من الوهم التجريب بالمجرب خطأ، هذا الناس تاريخهم حافل وبالتالي أمر مفروغ منه، ولابد حتى تستعيد الشرعية وحتى تستعيد الدولة وحتى يستعيد الوطن المسلوب لابد من أن يقوم التحالف بمواقف جادة يسند المقاومة الشعبية، وأن يتم الحسم العسكري، لأننا نتعامل أخي الكريم مع دمى، مع أوراق على رقعة الشطرنج. هؤلاء أخي الكريم ليسوا أصحاب قرار الذين يفاوضون في الكويت، هؤلاء مجرد ممثلين على خشبة المسرح. من يديرهم في طهران غرفة العمليات التي تدير هذه المشاورات؟ هؤلاء مجرد أدوات عبثية يريقون يسفكون الدماء ويرهنون وطنهم ويقتلون إخوانهم لخدمة مشروع فارسي. طيب. أراد أن يلتهم الوطن العربي وأن يجعل من اليمن منصة إيذاء للمنطقة والجزيرة والخليج. طيب، وفقا لذلك ووفقا لعدم تعويل المقاومة على المشاورات السياسية مع التزامها يعني قرارات الرئاسة والشرعية بشكل عام والتحالف العربي كنوع من التعاون الذي القائم بينهم، ما هي الاستعدادات للخيارات العسكرية بالنسبة للمقاومة خصوصا مع استمرار الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين؟ أخي، نحن نخضع لقيادة ولشرعية ولسلطة منتخبة من الشعب، ما اتخذته من قرار فنحن بالمقاومة الشعبية سنبذل ما نستطيع. نحن فعلا نعاني من شحة في الإمكانيات ومن محدودية في الأدوات، إلا أننا وبتكامل الجهود وتضافرها مع القيادة ومع التحالف العربي سنفعل ما بالوسع. وللعلم أخي، نحن بفضل من الله وعونه وضعنا اليوم أفضل بكثير مما كنا عليه في بداية الأحداث قبل عام وبضعة أشهر من الآن. وضعنا الآن مرتب، وضعنا الآن كسرنا حاجز الخوف، انتصرنا على ضعفنا، انتصرنا على ما كان، انتصرنا على تلك الهالة، على تلك الخطاب الإعلامي الذي حاول أن يدمغ الجميع وأن يكسر الموانع التي تقف في صفه. كسرنا حاجز الخوف، واليوم الشعب اليمني يتأهب وعلى أهبة الاستعداد وعلى جهوزية. اليوم روح الجهاد والاستشهاد علت في نفوس الشعب
بمختلف أطيافه، لأن المقاومة الشعبية اليوم تعبر عن الجماهير، والجماهير اليمنية اتضح لها حقيقة هذا المشروع الدموي، هذا المشروع الإقصائي، هذا المشروع المجرم، هذا المشروع الذي استنزف الدماء وجعل الوطن يتطاير أشلاء، اتضحت حقيقته، اتضحت حقيقته، وتعرى خلال عام واحد من ممارسته تكشف ذلك الخطاب المغالط، ذلك الخطاب الديماغوجي الذي استهوى البسطاء والعوام. اليوم أبناء صعدة، اليوم أبناء حجة، أبناء عمران، أبناء صنعاء بالمحيط القبلي، كلها في حالة تأهب، فقط لحظة مناسبة وجودة التوظيف والانتقاء من القيادة المقاومة والشرعية. هذا يدفعني إلى السؤال عن هل هناك غرف عمليات تستعد أو تترقب أي قرار من الشرعية وكذلك الجهات التي تتعاون معها لاستعادة الدولة من سلطة الانقلاب؟ هل هناك غرف عمليات يتم فيها وضع خطط من نوع ما، يتم فيها الاستعداد لعملية المواجهة العسكرية في حال تم إصدار الأوامر بهذا الشيء؟ أخي، هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بوسائل الإعلام، وإنما الإجابة عليه ستكون في الميدان، وستترجم عمليا بالواقع، وسيعلم الذين انقلبوا أي منقلب سينقلبون. أخي، لا يمكن لأبناء هذا الشعب اليمني الحر البطل المثابر الصابر إلا أن يستعيد دولته ويستعيد شرعيته. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخضع أو أن يركع. اليوم المحافظات وبيوت الثوار غرف عمليات تعمل ليل نهار على التعبية وعلى التحشيد وعلى التأهب وعلى الاستعداد، والحواضن الاجتماعية اليوم للمقاومة اتسعت رقعتها رغم المؤامرة. نعم، هناك مؤامرات، رغم شحة الإمكانيات، رغم ال 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 الأوراق التي تستخدم من قبل بقايا النظام بتفعيل بعض الأوراق داخل الحواضر الاجتماعية، هناك تحديات أمنية، هناك تحديات عديدة، لكنها لا ترقى لأن تكون عوائق، هي فعلا منغصات، وسنتغلب عليها بعون من الله أولا وأخيرا، ثم بتكامل الجهود مع السلطة الشرعية ومع قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. اليوم العرب، أخي، بمختلف أطيافهم تتوقف معركة المشروع العربي على انتصاره في اليمن، أو إن يعني لا سمح الله غير ذلك. اليوم المشروع العربي عنوانه انتصار قوى التحالف باليمن على هذا المشروع الإيراني الدخيل. نحن اليوم لا نحارب هذه الدمى، وإنما نقابه إيران، نقابه الحرس الثوري، الخبراء الإيرانيين موجودين ويحومون في هنا وهناك، التدريب، الخلايا النائمة اليوم يريد أن يجعلوا من اليمن، أخي، محطة للانطلاق للانقضاض على مكة والمدينة وعلى المملكة العربية السعودية، وتقويض بنيان هذه الدولة التي تقود التحالف العربي بجدارة واقتدار، والتي أفشلت تآمر المتآمرين. نحن اليوم نعول المقاومة الشعبية، تعول على المشروع العربي وعلى التحالف العربي وعلى القيادة الشرعية أن تتلافى الأخطاء وتستفيد من دروس الماضي، وتدرك بأن لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتكافأ الإرهاب بالإرهابي. إذن القيادي في المقاومة الشعبية الأستاذ محمد النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. وقبل أن نعود إلى الأستاذ صالح الحميدي ضيفنا عبر السكايب، نذهب وإياكم مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير، نستأنف بعده حلقة اليوم، ابقوا معنا. جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى ضيفي الإعلامي المرافق للوفد الحكومي في المشاورات الأستاذ صالح الحميدي، معنا عبر السكايب من الكويت. أستاذ صالح، يعني لو تحدثنا في بعض المغالطات التي يتم الحديث عنها في مشاورات الكويت، التي من بينها مثلا مسألة الحديث عن إطلاق 50% من السجناء قبل شهر رمضان من المختطفين، بينما يتم الحديث الآن عن إطلاق سراح بعض السجناء المعسرين، والمبعوث الأممي يقوم بالترحيب بهذه الخطوة ويشجع يعني على مثيلاتها.
هل هذا الطرح مقبول؟ ولماذا تعثر موضوع إطلاق سراح 50% من المختطفين؟ تعالي أولاً أحيي ذلك المقاتل الشرس محمد النقيب وكل المقاومين في تعز. أسعدني كلامه وشعرت أن احنا فعلاً في المفاوضات أو المشاورات هنا لا نسوي شيء أمام هؤلاء الرجال ممن يبذلون الغالي والنفيس في من أجل اليمن. هؤلاء هم من كانوا الأقدر بالمشاورات لأنهم كانوا يستطيعون أن يخرجوا بنتائج حقيقية، يدركون من يحاربهم ومن يقف ضدهم. أما مع احترامي وحبي لكل من في المشاورات، أغلبهم لا يدركوا ما تعانيه المقاومة في تعز وفي جميع المحافظات الأخرى. نعود إلى موضوع المعتقلين والأسرى. أولا أنا أشعر بالدهشة والاستغراب من ولدي الشيخ عندما يرحب بالإفراج عن 50 والإفراج عن 130 من السجناء أصلا انتهت محكوميتهم أو كانت عليهم يعني أحكام جنائية ليس لها دخل في مسألة الحرب، ولم يتم ضمهم في كشوفات الأسرى أو المعتقلين. ولدي الشيخ أصبح يبحث عن أي بصيص أمل لكي يتحدث بأن يرحب بهذه الخطوة أو تلك الخطوة. على ولدي الشيخ أن يكون حريص جدا في هذا الشأن، بالذات بالشأن الإنساني، لأن الأمم المتحدة قد أثبتت فشلها في كل شيء. فأتمنى أن يكون في المجال الإنساني لها دور أفضل مما يلعبه اليوم ولدي الشيخ الذي أصبح يرحب بالفاضي والمليان. طيب هل يعني هذه العمليات هل تعكس أن ولدي الشيخ يقوم بمغالطة أمام الرأي العام العالمي وكذلك مع وفد الحكومة التشاوري لصالح وفد الحوثيين، أم أنه يستقي معلومات مغلوطة من قبل الميليشيا؟ للأسف هو يظهر أنه لديه معلومات مغلوطة. أنا لا أقول أنه ممكن يكون في إطار مؤامرة أو في إطار أنه من دفعه لذلك، لكن هو يستلم يعني معلومات مغلوطة، وبالتالي على ضوء هذه المعلومات يظهر متسرع ويقول يعني يهرب بما لا يعرف. لكن أتمنى عليه في المرحلة القادمة أن لا يخطو خطوة كهذه إلا بالتشاور مع جميع الأطراف. لو إنه تشاور مع الطرف الآخر الطرف الحكومي لأثبت له أن هؤلاء ليسوا من ضمن من شملهم الأسر أو الاختطاف أو الاعتقال، وإنما كانت عليهم أحكام. والأكثر من ذلك أنه كثير منهم تم الإفراج عنهم رغم أنه لديهم أحكام تمثل أحكام خطرة كجرائم الإرهاب. طيب في نقطة المعتقل يعني الإفراج عن 50% من المعتقلين التي كان من المفترض أن يتم أو أن تنفذ خلال هذه الفترة قبل رمضان، كان هناك الكثير من التعويل على أن تكون فعلا خطوة إيجابية وخطوة قد تفتح الباب للانفراج في الملف أو يعني نوع من الانفراج في هذه المشاورات السياسية. لماذا تعثرت برأيك أستاذ صالح؟ كان يعول على أنه الملف الإنساني ممكن يكون يعني الباب الأول أو الطريق الأول لفتح أفاق أكثر بالملفات الأخرى السياسية والأمنية، وكان يعول كان نتمنى من الأخوة في وفد الميليشيات الحوثي صالح أن لا يستخدموا هذه الورقة كورقة ضغط، فهم كل ما أحسسوا باعتبارها ورقة إنسانية. أيوة، اللعب في الورق الإنساني شيء قدر جدا. أنا أقول كلمة قدر يعني بمعناها اللفظي ومعناها العام، لكنهم أرادوا أن يستخدموا هذا. فكل ما تقدموا خطوة نحو الانفراج في هذه الملف عادوا إلى الملف السياسي بحثا عن التقاسم في حكومة شراكة أو الهروب من الملف السياسي الملف الأمني الذي لا يريد أن يسلم السلاح أو يخلو المدن من الميليشيات. كان الحديث حول يعني تقدم في هذا الملف، وبدأ ولدي الشيخ يلعب دور كبير جدا في هذا الملف بالذات، وكنا معجبين فعلا بدوره في هذا الملف. لكن تفاجأنا بتلك القائمة المفخخة بأسماء وهمية قدمها الحوثيين، وكانت بمثابة إعلان عن إفشال هذا الملف. يعني تصور إن من أعد هذا الملف لا يدرك أو هو مدرك كل الإدراك إن أحمد علي عبد الله صالح سفير وليس أسير، لكن كان من اليوم الأول لتقديم هذه
القائمة الملغومة كان يجب على الوفد الحكومي أو على ولد الشيخ أن يتخذ موقف صارم بأن هذا الملف ليس ملف للضغط أو للعب أو للتفاوض، هذا ملف إنساني ويجب أن يتم الإسراع فيه أو التعجيل في التوصل لحلول فيه، خاصة أنه لدينا يعني ثلاث نقاط مهمة جدا. واحدة من النقاط دي أن هذا الملف مشمول أيضا بالقرار 22/16 والقاضي بالإفراج عن وزير الدفاع وزملاء اللي هم فيصل رجب وناصر منصور وكذلك السياسي محمد قحطان وبقية المنتقلي هناك. نعم بالضبط. لكن كما ذكرت في البداية وأذكر دائما أن هؤلاء ليس لهم عهد ولا ذمة، يعني حتى هؤلاء الأسرى أو المعتقلين ما زالوا يلعبون بملفهم كملف ضغط لكي يوصلوا إلى حكومة توافقية. طيب الآن هناك يعني إشكالية فيما يتعلق بالاستناد المعلوماتي الذي يعني تعتمد عليه المنظمة الأممية، سواء بما شاهدنا من تسريب لوثيقة تتحدث عن ما يعني مخاطمة ما بين جورج أبو زلف ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في للأمم المتحدة في صنعاء والقائم بأعمال وزارة الخارجية الممثل عن الحوثيين هناك، أو فيما يتعلق بحديث ولد الشيخ عن هذا الإفراج الأخير لسجناء المعسرين في عمران وإب. هناك من يتحدث على أن هذا يشير إلى عملية خلل كبير في الآلية أو المعلومات التي يعتمد عليها المبعوث الأممي في إصدار الأحكام في التعامل مع الوفدين سواء وفد الحكومة أو وفد الحوثيين، هل فعلا تمثل هذه الإشكالية الكبيرة؟ أثبت ولد الشيخ أنه غير مطلع على ما يحدث في الأرض الواقع أو في الميدان بشكل عام، وأنه اعتماد على بعض المنظمات المسيسة للجنب الآخر يعني أفقد الأمم المتحدة أو هذا المنظمة الكبيرة هيبتها ووضعها في محل شبهة ويعني في الاشتباه والتشكيك. نعم. أصبح الناس يشككون في كل ما يجي من الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة أصبحت تعتمد على الجنب على الطرف الآخر الذي يسفك الدماء ويدمر الأرض الحرث والأرض تمام، ولا تعتمد تقارير حقيقية ليس لديها في الميدان من يعني يزودها ليس لديها في الميدان من يزودها بتقارير حقيقية، وبالتالي تعتمد على ما يصلها من الجنب الآخر أو ما تنقله بعض المواقع التابعة للحوثي. نعم. طيب دعنا نشرك في الحوار الأستاذ أيمن نبيل الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. أستاذ أيمن هل تسمعني؟ أسمعك لأنيو أسمعك لأ. أهلا بك، مساء الخير أستاذ أيمن. يعني هناك يعني في الحديث عن وصول مشاورات الكويت إلى طريق مسدود، هناك حديث قبل أيام كان عن رؤية أممية للحل، إذا هناك تناقض في الحديث عن ملف إذا يبدو انقطع الاتصال مع الأستاذ أيمن نبيل. أعود إلى أستاذ صالح الحميدي. أستاذ صالح، ما هو سبب هذا الإصرار من قبل المبعوث الأممي وكذلك القوى الدولية على مد حبل الصبر أمام تعنت الانقلابيين ومواقفهم المتكررة بهذا الخصوص؟ معلش عيد لي سؤال قطع. يعني ما هو سبب إصرار المبعوث الأممي وكثير من القوى الدولية على مد الحبل في هذه المشاورات السياسية وإطالتها أمام هذا التعنت الحاصل من قبل ميليشيات الانقلاب أو ممثليهم في المشاورات؟ أعتقد ولد الشيخ يبحث عن انتصار خاص به، يعني ولد الشيخ يرى منذ البداية أن المشاورات ستنتهي إلى باب مغلق، ولكن فضل الاستمرار في ذلك بغية تحقيق مكاسب خاصة أكثر من مكاسب يعني مكاسب للأمم المتحدة أو مكاسب له هو شخصيا. نعم. دون التفكير بما يحدث للشعب اليمني، ودل على ذلك أنه فتح الآن مكتب في الأردن وما زال الأمر مفتوح وسيفتح مكاتب وستظل الأمور يعني
يعني مفتوحة لكثير من التأويلات. نعم. كان مفترض على ولد الشيخ إذا كان قدم في إخراج هذه المشاورات إلى بر الأمان الإعلان عن تصور يعني التصور المقدم من قبله والذي هو مر على حتى الآن 10 أيام وأن يقدم الحلول ولا يرضخ لأي ضغوطات سواء من أو مثلا ضغوطات أو اشتراطات لا من الوفد الحكومي ولا من الوفد نعم أستاذ صالح يعني كان يفترض عليه أن يقدم التصور بدون أن يخضع لأي ضغوطات أو اشتراطات ويقدم للمجتمع الدولي من يقف وراء عرقلة هذه المشاورات طيب وبعد ذلك يخلي مسؤوليته من الفشل لأن الفشل الآن سيكون ولد الشيخ هو المسؤول الأول عن الفشل نعم ثم الحوثيين ثم الوفد الحكومي طيب يعود إلينا الآن أستاذ صالح الأستاذ أيمن نبيل معنا الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من ألمانيا مساء الخير أستاذ أيمن مساء النور والعافية أهلا بك أهلا بك أستاذ أيمن ما هي رؤيتك لمستقبل المشاورات السياسية في الكويت في ظل حديث عن انسداد آفاق وقبل ذلك حديث عن رؤية أممية جديدة أعتقد طبعا أنهم بيصلوا لحل يعني يبدو من التصريحات التي تصدر بعكس طبعا ما يعتقد الكثير وأن هناك طريق مسدود وكذا هناك يعني يبدو من التصريحات ولد الشيخ وتصريحات السفراء المختلفين وحتى بعض الأطراف السياسية والإعلامية أيضا أن هناك حل بالتأكيد لكنه سيكون حل يخص الخارج أولا والإقليم ويخص المتقاتلين يعني وبالتحديد الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح لكن طبعا بالتأكيد هذا الحل لن يكون في صالح الشعب اليمني وهناك طبعا سيناريوهات مختلفة نعم أستاذ أيمن طيب يعني في حالة خرج هذا الحل إلى النور الخاص ب أو الذي سيستفيد منه القوى الإقليمية والقوى الدولية وكذلك المقاتلين على الأرض الشعب اليمني ما هي الرؤية السياسية الأمثل له في هذا النطاق أو في هذا الوضع؟ في الحقيقة طبعا الرؤى السياسية هذه تحتاج إلى قوة تقوم بتسويقها وهذا للأسف أمر غائب الأحزاب السياسية منذ البداية منذ أن اجتاحت الحركة الحوثية بالتعاون مع علي عبد الله صالح صنعاء قاموا بالتواطؤ مع الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح وبالتالي الآن الشعب اليمني لديه الخيارات التالية إما أن يقود عملا مسلحا وهذا بالتأكيد لا يستطيع أن المجتمع أن يقود هذا بنفسه لابد أن يكون له وكلاء وممثلين عادة الأحزاب السياسية أو الآن القوى الناشئة ولكن للأسف هذه القوى الناشئة لديها خطاب أحيانا مناطقي وبعضها طائفي بالتالي المسألة يعني للأسف على المدى القصير يبدو أن اليمن كمجتمع جغرافي قد انتهت على المدى القصير يعني لأن وكلاء التغيير وكلاء النضال السياسي والاجتماعي الآن كلهم غائبين وموجودين في الجيوب عادة في الجيب الخليجي الآن أغلب الأحزاب السياسية وعلي عبد الله صالح متحالف وحزب المؤتمر طبعا المؤتمر يعني مش حزب بالمعنى الحقيقي مؤسسة مملوكة لعلي عبد الله صالح بالتعاون مع حركة طائفية الآن الشعب اليمني بالتأكيد خاسر إلا باعتبار أن انتهاء الحرب بمعناها الواسع يعني بالتأكيد ستبقى هناك بعض المناوشات يعني وبعض الاقتتال وهذا ما يحبذه يعني بالتحديد ما تحبذه أمريكا يبقى شوية فوضى بحيث تستطيع أن تمسك بخط اللعبة بصورة أوضح وبالتالي يعني الوضع يعني الشعب اليمني للأسف خسر وسيخسر أكثر ما خسره الآن في الحرب طيب في حساب الربح والخسارة بالنسبة للشعب اليمني هل حديث عن إنهاء الحرب في الوضع التي هي عليه الآن والحديث عن اتفاقات سياسية من نوع ما هو الأسلم أم الاستمرار والإطالة في أمد هذه الحرب إلى حين الوصول إلى ربما حل عسكري يعني يفضي إلى حل هذا النزاع طبعا هذا سؤال مهم وكبير وحتى يعني خلفية السؤال خلفية مقاربة السؤال تحتاج إلى بحث طويل الآن علينا أن نحدد ما معنى كلمة الفائدة إذا كانت الفائدة معناها أن الحرب تنتهي والناس تعود إلى أشغالها وإلى عملها هذا في الآن بالتأكيد أي حل سوف يأتي سوف يوفر هذا بالتالي هنا نقول نعم هذا أي حل سياسي يستفيد منها الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح وحتى هذه الحكومة الفاشلة والقوى الخليجية أيضا فنقول أن الشعب اليمني مستفيد منها ولكن على المدى البعيد أي حلول تقوم على الترقية وتقوم على يعني الاعتراف بسلطة ميليشيات وسلطة حركات خارج الدولة بدون بناء جهاز دولة حقيقية بالإبقاء على الشرخ الاجتماعي الموجود هذا بعد يعني بعد فترة قصيرة سوف يعني يرجع ينجب أيضا بعض حروبا داخلية جديدة وعلى هذا المنوال فبالتالي الحل إذا كان هناك سيكون هناك حل
هو حل على مدى طويل. يعني تحتاج أن قوة سياسية جديدة تأخذ مسألة النضال السياسي والاجتماعي وأحيانا حتى العسكري والميليشيوي أيضا تأخذه على محمل الجد وتبني هذا لسنوات، يعني 20 سنة لقدام يعني. نعم. إذا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أيمن نبيل كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. بأقل من دقيقة أستاذ صالح، ما هو المنتظر سياسيا على مستوى الأيام المقبلة؟ كما ذكرت في البداية يبدو أن جميع أو الوفدان قد استنفذوا كل ما لديهم، وأن الكرة الآن في ملعب ولي الشيخ، على ولي الشيخ أن يكون جادا وأن يقدم التصور في أسرع وقت حتى نستطيع الخروج يعني الخروج من هذا المأزق الذي وضعنا هو فيه قبل أن توضعنا الوفود. على أن يقدم الرؤية دي للمجتمع الدولي، وبعد ذلك سيقبلها أكيد بالطبع، سيقبلها وفد ويرفضها آخر، لكن هنا سيكون هنا سنستطيع أن نحدد من هو المعرقل لهذه المشاورات، مع أننا أعتقد أن هناك كما ذكر الأستاذ نبيل ربما يعني استشفيت من كلامه شيء أنه في حل، وإنما هذا الحل سيكون على شكل تأجيل تأجيل المسألة المشاورات إلى مرحلة قادمة، يعني سيتم الخروج ببعض الاتفاقيات أو التوافقات حتى يظل الخيط ما زال يعني أو الحبل ما زال موصول إلى مشاورات قادمة. إذن الإعلامي المرافق للوفد الحكومي الأستاذ صالح الحميدي كنت معنا عبر سكايب من الكويت، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدين الكرام ولكل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه الثمن وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.